مدينة عجلون الشامخة بشموخ قلعتها العتيقة، يستعد المواطنون فيها لاستقبال عيد الأضحى المبارك رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، حيث ما زالت العادات والتقاليد التي حملوها منذ القدم في استقبال العيد. استعدادنا للعيد نحن يعني هذا عيد الأضحى المبارك، يعني الله بارك فيه سبحانه وتعالى، واسمه عيد الأضحى مشان الأضحية، عن الواحد ضحي عن نفسه وضحي عن أقاربه وضحي عن يعني عن أهله. أضف إلى ذلك يعني الواحد يعني يجيب بضاعة ملابس لأولاده لعيلته، يجيب حلول العيد مع وجود القهوة السادة. والله استعداداتنا يعني نشتري أواعي حلوة للأولاد، تفتلنا شوي بالسوق ولفينا شفنا الأسعار، وإذا الأسعار مناسبة بنرد نلف مرة ثانية إن شاء الله، وكمان حلو للعيد وكذا نشتري حلويات وكذا، يعني هي الفرحة أصلا للأولاد. ويبدأ الفرح بالتسلل إلى نفوس الكبار والصغار قبل العيد من خلال شراء الملابس وتوفير مستلزمات الضيافة كافة من الحلويات والمكسرات، إضافة إلى شراء الأضاحي. أنا هسا اشتريت لأمي، أخذت خروف 280 دينار، طبعا 40 كيلو لحم، 40 كيلو لحم هسا علمت. والله الغلا البضاعة السنة أنظف من بضاعة العام، والعام ما كان في حجام بالحجم هذا اللي هو الآن موجود، لأنه إحنا مندور على النظافة. إحنا شريناها وعندنا موقع، حطيناها بالموقع، لما قرب العيد جبناها على المنطقة هاي. هاي المنطقة إلنا 10-15 سنة معروفة، يعني لمحافظة عجلون إنه هاي إن إحنا هون صرنا حوالي 15 سنة بهذا الموقع. وتعد الأضحية جزءاً لا يتجزأ من طقوس هذا العيد، فتحرص كل عائلة على البدء في شراء الأضاحي حسب إمكاناتها وتجهيزاتها ليوم العيد.